سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من سوريا، حيث عم هدوء حذر غالبية مناطق محافظة إدلب، في حين سجلت مراصد المعارضة السورية بعض الخروقات للنظام في أرياف حماة وحلب وجبل الزاوية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس. وكان لافتا غياب الطائرات الحربية الروسية وكذلك التابعة للنظام على عكس ما دأبت عليه بشكل يومي. إلى ذلك رحبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة باتفاق موسكو بشأن إدلب واعتبروه فرصة لحقن الدماء ووقف نزيف اللاجئين، كما اعتبرته تركيا فرصة للدفع بحل سياسي للأزمة واستكمال عمل لجنة الدستور. نتابع أبرز نقاط الاتفاق بين بوتين وأردوغان. مشاهدينا للمزيد ارحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور احمد عجاج الكاتب والمحلل السياسي. ارحب بك دكتور احمد، وارحب بضيفي عبر الهاتف من اسطنبول دكتور احمد طعمه رئيس وفد قوى الثوره الى مفاوضات اسيتانا. ارحب بك دكتور احمد طعمه. لو بدات معك دكتور احمد، كيف تنظرون الى هذا الاتفاق، اتفاق موسكو حول ادلب؟ نعم اخي العزيز، نحن نعتقد أن ما جرى يوم أمس في موسكو كان ضمن التوقعات وضمن الإطار العام المرسوم منذ سنة ونصف على الأقل. نحن نرى في هذا الاتفاق، وخصوصا عندما تم التعبير عنه بأنه بروتوكول ملحق باتفاق سوتشي الذي وقع في 17 من شهر أيلول 2018، وعندما يقال أن هذا ملحق بذلك الاتفاق فهذا يعني أن بنود الاتفاق لم يتم تغييرها أبدا حتى الآن، ومطلوب من كل الأطراف الالتزام بها. أنا أريد أن أعود للحديث عن النقاط الأربعة الأساسية التي يتضمنها اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، والتي أعتقد أن كثيرا من الناس ليس لديها تصورات واضحة عنها، وكثير من الناس يعتقدون أنه يمكن تنفيذ بعضها وعدم تنفيذ البعض الآخر، ومطلوب من كل الأطراف تنفيذها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون التنفيذ متزامنا أو كما نتصور أو كما نحن نأمل أن يتم تنفيذ بعض النقاط من قبل طرف قبل طرف آخر. النقاط الأربعة الأساسية: النقطة الأولى فتح الطرقات الـM4 والـM5 باتجاه خطوط التجارة، بحيث يصبح خط الـM5 منفتحا من الشمال من الحدود التركية إلى الحدود الأردنية، وهذا كما ينص الاتفاق سيكون برعاية تركية روسية. نعم. وكذلك الانفور. أما بالنسبة لي النقطة الثانية فهي سحب السلاح الثقيل من منطقة العازلة باتجاه منطقة داخلية، منطقة ما تسمى بالحياض التركي، وهي المنطقة المحددة بالخط البنفسجي الداخلي،
وهذه النقطة بالذات لم توافق هيئة تحرير الشام على تنفيذها بالكامل، وإنما أبقت جزءا من سلاحها الثقيل موجود في منطقة جسر الشهور وكبينة وما حولها. النقطة الثالثة، سحب عناصر هيئة تحرير الشام من المنطقة وحلول الجيش الحر فيها. النقطة الرابعة، تسيير دوريات تركية روسية مشتركة في المنطقة العازلة وعلى الحافتين الخارجية والداخلية لتأكد من خلو هذه المنطقة من عناصر تحرير الشام وحلول الجيش الحر مكانها. الذي حصل أن النظام باستمرار يحاول خرق هذه الاتفاقات، هذه أولا. أيضا بالمقابل المنظمات المصنفة على أنها منظمات إرهابية وفق قرارة مجلس الأمن أيضا لم تخرج من هذه المنطقة، وهذا ما أعطى مبررا للروس وللنظام أنه إن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقات ثم سوف يتم تنفيذها بالقوة. ولكن اليوم هذا الاتفاق دكتور أحمد طعمة ثبت على ما يبدو خطوط التماس التي تقدم إليها النظام والميليشيات المتحالفة معه، وبالتالي هي خسارة كبيرة للمعارضة السورية، أليس كذلك؟ هذا ليس صحيحا. لو كان اتفاقا جديدا يلغي الاتفاقات السابقة لوافقتك أنه فعلا ستكون خسارة المعارضة خسارة فادحة، ولكن طالما أن اتفاق سوتشي الأول الذي تم التوقيع عليه في 17 من أيلول 2018 ينص صراحة على وجود هذه المنطقة العازلة والتي لا توجد فيها المنظمات المصنفة وفق الأمم المتحدة فيها وحلول الجيش الحر فيها، فإننا نحن نعتقد ومن خلال ما تم من مفاوضات وما تم من إصرار تركينا عليه، وأنتم قد سمعتم يوم أمس وزير الخارجية التركية عندما قال في المؤتمر الصحفي على أن اتفاق سوتشي ليس هو نقاط التماس الحالية، وإنما هو اتفاق سوتشي الذي وقع في 17 من شهر 2018، وهذا يعني أن النظام عليه أن يعود إلى الخط البنفسجي الخارجي وليس الخط البنفسجي الداخلي. هذا بالنسبة لنا أمر واثقون منه، ونعتقد أنه في لحظة ما سيتم تنفيذه، لكن لسنا نعلم متى هو الزمن وأيهما سيكون أولا. هل سيكون أولا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يوم أمس من وضع بروتوكول يتم من خلاله تنفيذ إخراج هيئة تحرير الشام أو المنظمات المصنفة على أنها منظمات متشددة من منطقة التي هي بجوار جسر الشهور، ثم بعدها يتم العودة إلى اتفاق سوتشي الأساسي وتسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة وعودة الأهالي، أم أن هذا يتم بالتزامن ما بين الطرفين عندما يبدأ الانسحاب هنا وهكذا هنا وهناك؟ شكرا لك دكتور أحمد طعمة، رئيس وفد قوى الثورة إلى مفاوضات أسيتانا، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. دكتور أحمد عجاج، كيف تقرأ هذا الاتفاق؟ يعني استمعت إلى ما قاله الدكتور أحمد، يعني أعتقد هو دخل في تفاصيل كثيرة لن تثار، يعني لأن هذه قضايا تقنية بامتياز ولا يمكن أن تحل إلا باجتماع يتعدى تركيا وروسيا، لأن كما ترى يعني اتفاق سوتشي هو مدعوم أوروبيا، ألمانيا وفرنسا شاركت فيه وكذلك أصبح أمريكيا، وبالتالي هناك كانت مطالبات الالتزام باتفاق سوتشي، واتفاق سوتشي هو الذي حدد كما هو قال المنطقة العازلة وغيرها. لكن لنعود إلى هذا الاتفاق، أعتقد أن الروس حاولوا أن يغيروا الواقع على الأرض، أن يفرضوا ديفاكتو يعني حالة واقعية لا يمكن لتركيا أن تغيرها، وبالتالي يدخلوا كما كانوا يفعلون سابقا ويقضوا على المعارضة، وقد استطاعوا في البداية، وهذا يدلك على أن المعارضة من دون الدعم التركي غير قادرة
على الصمود والوقوف وتقدموا بشكل هائل وسريع. كما النظام من دون روسيا وإيران طبعاً لن يستطيع. لكن تركيا بالماضي لم تكن تتدخل. الآن الأتراك المعادلة الجديدة التي صحت أن الأتراك وجدوا أن هذا لم يعد يحتمل لأن أمنهم القومي معرض للخطر. وعندما أتحدث عن أمنهم القومي ليس فقط بمعنى أن هناك مخاوف من الكرد أو امتداد حرب أهلية إلى تركيا. لا، أمنهم القومي أنهم لا يريدون تسوية للنظام السوري، يكون فيها النظام معادي لهم ويشكل لهم خطرا في المستقبل. هذه منطقة حاوية لهم، لذلك دخلوا بعنف وقوة وأثبتوا قدرتهم على أنهم قادرون على أن يربكوا الروس، أما النظام فأسخنوه. أعتقد أن عندما ذهبوا إلى موسكو كان لديهم يعني هدف واحد، أنهم لن يقبلوا على الإطلاق أن تذهب هذه المنطقة من يديهم وأن تكون هناك تسوية لا يكون لهم فيها ثقل قوي. وأعتقد أن هذا الاتفاق شرع وجودهم على الأرض، والفارق الوحيد في المعادلة أنهم بالآلاف الآن داخل سوريا، ليست هي نقاط مراقبة يعني منتشرة هنا أو هناك معرضة ومحاصرة، هناك الآلاف من المدرعات والدبابات والأسلحة، وهناك اعتراف دولي أصبح بأن لتركيا مصالح مشروعة، أمريكا تعترف بذلك، أوروبا تعترف بذلك، وحتى الروس اعترفوا بذلك. وعندما عرضوا هذا الاتفاق قال بوتين أننا اتفقنا في قضايا واختلفنا في قضايا، وكذلك قال الأتراك، بمعنى آخر أن المسألة الآن أصبحت مسألة أمن قومي لتركيا، وأعطت الإشارة أنها لا يمكن أن تتخلى عنها، وهذا هو المهم والحاسم في هذا الاتفاق. إذن في ميزان الربح والخسارة دكتور أحمد عجاج، كيف يمكن أن نوازنها؟ من الرابح ومن الخاسر؟ يعني هل يمكن أن يقبل بوتين بالخسارة؟ أنا أقول أنه في فرق كبير بين بوتين وأردوغان. بوتين بالنسبة لديه الوجود في سوريا هو مصلحة استراتيجية، بمعنى آخر أنها لا تهدد أمنه القومي كما هي في أوكرانيا كما هي في جورجيا. أما بالنسبة إلى أردوغان هي مصلحة أمن قومي، لذلك بوتين يعرف أنه إذا ضغط كثيرا فستحدث مواجهة بينه وبين تركيا، وهذا الضغط هذا الامتحان الذي فعله يعني بوتين أثبت هذه النظرية أن تركيا في هذه المسألة لن تتراجع حتى لو أدى إلى اصطدام مباشر مع الروس. هم حاولوا أن لا يصطدموا مع الروس والروس حاولوا أن لا يصطدموا بهم، وهذا واقع جديد فرضته هذه الاتفاقية. تركيا أعتقد أنها أدركت تأخرها في التدخل بشكل حاسم بالأزمة السورية، لكن عندما وصل الموس إلى حلقها تدخلت بقوة، والأهم كما قلت أن هناك اعتراف دولي الآن بدورها، وأن الأمريكان يريدون تركيا أن تبقى والأوروبيين يريدون تركيا أن تبقى لأن وجودها هو الذي سيضمن تسوية يكون لأمريكا ولأوروبا دور في مستقبل هذه التسوية. طيب دعنا نشرك معنا سيد حمزة تكين الكاتب والمحلل السياسي التركي، ينضم إلي عبر الهاتف. أرحب بك سيد حمزة تكين. يعني بعد السقف العالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لن يقبل أقل من تراجع النظام عن النقاط التركية إلى ما مورك وبعد مورك، اليوم نشهد هذا الاتفاق الذي يبدو أنه يثبت النقاط التي وصل إليها النظام. كيف نفهم هذا التراجع التركي إذا صح التعبير؟ لا يوجد تراجع تركي على الإطلاق، ومن يقول أن هذا الاتفاق يثبت الحدود الموجودة حاليا هي مجرد تحليلات. يعني من يقول هذا الكلام فليرني أين النقطة التي تقول هذا الكلام بالاتفاق بين موسكو وأنقرة. أمس لا يوجد هذا الأمر، هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة أو بنوده كافة لم تنشر، الكثير من النقاط ما زالت قامضة، وبالتالي كل ما يحكى عنه في ما يتعلق أن هناك تراجع للجانب التركي هي مجرد تحليلات. الأمن القومي التركي حساس بهذه القضية، إذا كان أردوغان لنفترض أن أردوغان يريد أن يتنازل بإدلب على حساب الثورة السورية فإنه لا يستطيع أن يتنازل على حساب الأمن القومي التركي، وإلا سيقع بمشكلة في الداخل التركي وهو بغنى عن هذا الأمر. وبالتالي اتفاق أمس أتى بشكل جيد بالنسبة للجانب التركي بالرغم من هشاشته، بالرغم من أنه قد يسقط بأي لحظة عند أول خرق للنظام السوري للهدنة سترد تركيا بشكل قوي. لم يذكر الاتفاق أي حدود، وبالتالي التقدم والتأخر ما زال ممكنا سواء كان للنظام أو للمعارضة السورية المعتدلة. وبالتالي التصاعد العسكري وارد في إدلب، إدلب الآن على رمال متحركة، لا يوجد شيء ثابت، و
ولكن تركيا انتزعت من روسيا قضية أن النقاط التركية باقية، قضية أن للجيش التركي الحق بالرد على أي خرق لنظام، يعني هذا تخلي في مكان ما من روسيا عن النظام السوري في إدلب على أقل تقدير، أي خرق من النظام السوري بموافقة روسيا سيرد الجيش التركي بقوة عليه. طيب، وبالتالي أمام هذا الغموض في هذا الاتفاق والتباينات التي اعترف بها الطرفان يوم أمس بين تركيا وروسيا، ما هي فرص صمود هذا الاتفاق برأيك؟ برأيي الفرص ضئيلة جدا، لأن النظام السوري لم نعهد عليه أنه التزم بأي اتفاق خلال السنوات التسعة الماضية، وأيضا روسيا يعني لا يؤتمن لروسيا، صحيح أن هناك اتفاق ولكن هذا الاتفاق خرج للعلن بعد 6 ساعات من النقاش، أي أن هناك نقاط خلافية كثيرة، وهذا أعلنه صراحة بوتين وأردوغان خلال المؤتمر الصحفي المقتضب، وبالتالي هناك الكثير من النقاط الخلافية، ولكن نستطيع أن نقول وفق ما لدينا من معلومات أن النقطة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها يوم أمس هي أن لا يقع أي صدام عسكري مباشر بين الجيش الروسي والجيش التركي في إدلب مهما كانت الظروف التي ستأتي على إدلب، وبالتالي واضح أن هناك خشية من الجانب الروسي أن الجيش التركي سيستأنف درع الربيع عند أول خرق، حتى أن تركيا والرئيس أردوغان لم يعلن علنا وبشكل رسمي انتهاء درع الربيع كما فعل ذلك مع غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام، وبالتالي لم تنتهي العملية، هي مجرد هدنة قد تصمت وقد يعني تنهار بأي لحظة. نعم، شكرا لك سيد حمزة تكين الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. دكتور أحمد عجاج، بناء على هذا الكلام هي هدنة وقد يعني تسقط بأي لحظة، إذن هل هناك إمكانية، ترى إمكانية لأن تكون بداية لإطلاق عملية سلام شاملة في سوريا، أم هذا الأمر معدوم؟ أنا أعتقد أنها بداية، يعني وصلت النقطة، وصلت القضية الآن إلى مرحلة خطيرة جدا، يعني حتى يعني قد تشمل يعني أبعد من تركيا وتجر المنطقة والعالم، لأنه أي صدام تركي روسي سيكون يعني صعبا جدا على الجميع تخيله، وبالتالي هذه المرحلة، وأنا لذلك قلت لك أنه الاتفاق مهم جدا، لأن أردوغان أثبت بالممارسة أنه لن يقبل فرض الأمر الواقع، وبالتالي أي تحرك روسي جديد سيكون بالطبع يؤدي إلى مواجهة، وهو ما لا تريد تركيا ولا تريد روسيا ولا أمريكا ولا أوروبا، خاصة بعد أزمة اللاجئين التي حدثت، لذلك هو سيكون مرحلة يعني تفكر ونظر في إمكانية كيف يمكن مراجعة الأمور وحل هذه الأزمة، خاصة أن أردوغان ركز في يعني خلال لقائه مع بوتين على اتفاقية جنيف وعلى قرارات مجلس الأمن، لأول مرة ربط سوتشي بها وقال بمعنى آخر أنه لا يمكن أن توجد تسوية ما لم يعودوا إلى مقررات جنيف، وقال أنني لا أعترف بالأسد ولا بانتخابات التي سيجريها الأسد، وبالتالي هو شدد موقفه استعدادا للتفاوض، هو لن يقبل بأي مرحلة أن تكون سوريا بغض النظر يعني دولة معادية له مستقبلا، وبالتالي هناك يعني أعتقد بادرة أمل أن تكون إعادة رؤية جديدة للمنطقة، لكن على أردوغان أعتقد أنا برأيي يعني الكثير من العمل يجب أن يبذله في المنطقة، يعني لكي يكون موقفه قويا يجب أن لا يكتفي بالذي حصل، يعني لابد من حل تلك الفصائل ودمجها في الجيش الوطني الذي يديره حتى يستطيع أن يفاوض بشكل أفضل. طيب، دعنا نشيك معنا السيد نضال العيسى الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلي عبر الهاتف من اللاذقية. سيد نضال، النظام الغائب الحاضر فيما جرى في هذا الاتفاق في إدلب، كيف تنظرون إليه؟ سيد نضال، يبدو أنه هناك مشكلة في الاتصال، على كل حال دكتور أحمد عجاج، يعني هناك كما ذكرنا غموض في هذا الاتفاق، وأحد هذه النقاط هي قضية اللاجئين التي تحدثت عنها، وبالتالي كيف يمكن حل هذه القضية في ظل وجود أو النازحين عفوا الذين نزحوا حوالي 1 مليون إنسان، كيف يمكن أن يعودوا في ظل تواجد النظام في تلك المناطق؟
هو قال بوتين، يعني بوتين قالها بالمقابلة أنه سيعود المهجرون إلى بيوتهم. طبعا لن يعودوا إلا بضمانات تركيا وبوجود تركي قوي. تركيا الآن ليست مجرد يعني 100 جندي مثل قوات الأمم المتحدة، يعني 200 و300 جندي يفصلوا يعني بينهم، هي يعني قوة عسكرية موجودة على الأرض الآن بالآلاف والمدرعات، وبالتالي عندما يعود الأهالي سيكونوا في هذه المنطقة يحمونهم، وبالتالي وعندما يعودون ويحمونهم سيصبح الموقف التركي أكثر قوة على الأرض. أنا أعتقد أن أوروبا متخوفة جدا، وأوروبا يعني تعيش في مرحلة مخاض، يكفيها من المشاكل ما يكفي، فتح الباب أمام اللاجئين أربك أوروبا، وأصبحوا يخافون من التصاعد اليمين المتطرف، وبالتالي هم يريدون عودة المهاجرين بأي شكل. لذلك أعتقد أنهم سيضغطون بقدر إمكانهم من أجل تسوية تعيد هؤلاء إلى أماكنهم، ويتراجع يعني النظام السوري إلى أماكنه، وبعدها تبدأ يعني التسوية للأزمة. الأزمة لا يمكن أن تنتهي بانتصار فريق على فريق. إذا انتصرت بانتصار الأسد على ما تبقى من المعارضة، معناها أنه لم يوجد حل للأزمة السورية، معناها هناك يعني عودة إلى ما كان سابقا، والغرب خرج كليا من المعادلة، وتركيا خرج المعادلة، وهذا صعب جدا أن نتخيله. أشكرك جزيلا دكتور أحمد عجاج، الكاتب والمحلل السياسي، على حضورك. أشكرك.